مرحبا تلاميذنا الأعزاء، وياكم الست شهد من مركز تنمية الإبداع. اليوم سنكمل مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الأول. موضوعنا اليوم هو الأعداد ضمن الملايين. فكرة الدرس: أجد قيمة المكانية للرقم في العدد ضمن الملايين. المفردات: القيمة المكانية، الصورة التحليلية والصورة اللفظية. سنتعرف على جدول القيمة المكانية والقيمة المكانية بالصورة التحليلية للعدد. مثل ما نعرف طلابنا الأعزاء أنه العراق أحد الدول المنتجة للنفط، في أنتج 25,645 برميلا، أحد الحقول أنتجت 25,645 برميلا. المطلوب من عندنا كتابة هذا العدد في جدول القيمة المكانية. هذا الجدول أني رسمته آحاد، عشرات، مئات. حقا للآحاد وحقا للعشرات وحقا للمئات، هذه تسمى وحدات. بعد أن رسمنا حقل الآحاد والعشرات، هذه فئة الألوف. نقرأ العدد مرة ثانية. كيف نقرأ العدد؟ أول ما نقرأ العدد قبل نعد المراتب: آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف. كيف سنقرأ العدد من أكبر مرتبة؟ نقرأ أول شيء آحاد عشرات 25. هذه 25 في مرتبة الألوف، يقرأ 25,000. نعرف على هذه المرتبة مرتبة الألوف 25,000. و600 هاي المئات أكبر مرتبة من مرتبة الوحدات، و645. نكتب القيمة المكانية لهذا العدد بالجدول. نكتب الآحاد، كم في مرتبة الآحاد؟ 5. 5 في الآحاد. كم في مرتبة العشرات؟ 4. 4 في مرتبة العشرات. لا نكتب 40، ما نكتب 40، لأن هو معرف أنه هذه الأربعة في مرتبة العشرات. كم في مرتبة المئات؟ 6. ما نكتب مراتب المئات، أمامها مرتبتين نكتب 600، كلا فقط 6 في مرتبة المئات، معرف عنها بالجدول. كم في آحاد الألوف؟ 5. في عشرات الألوف؟ 2. ملأنا جدول القيمة المكانية للعدد. الآن نتعرف على الصورة التحليلية للعدد. الصورة التحليلية نكتب العدد حسب كل مرتبة، المرتبة لكل عدد. مثلا أول شيء نكتب الآحاد، القيمة المكانية من نكتبها نكتب من مرتبة الآحاد أصغر مرتبة. أول شيء الآحاد، كم في الآحاد؟ 5. الآحاد إلها مراتب، أمامها مراتب، إلها أصدقاء. مثل ما تعلمنا مثلا العشرات إلها مرتبة واحدة، تكتب مثلا 50 هذه العشرات، لكن الآحاد وحدها 5. نضع في الصورة التحليلية عملية الجمع بين مرتبة وأخرى. من نقرأ الصورة التحليلية، من نكتب المراتب بين مرتبة وأخرى، نكتب عملية الجمع. آحاد، بعد الآحاد ماذا يأتي؟ عشرات. كم؟ هنا علّف أكتب العدد 45. الأربعة 40، أكتبها 40. هنا الآحاد لفظتها 5، كتبتها 5 آحاد. العشرات 40، أكتب 40. بعد ما كملنا عملية كتابة الصورة التحليلية للعشرات، أضع عملية جمع. بعد العشرات عندنا المئات. كيف أنا لفظتها من قرأت العدد؟ 600، أكتب 600. نضع عملية جمع. آحاد الألوف كيف قرأتها؟ 5,000. ليش كتبتها 5,000؟ لأن هي تقع في مرتبة آحاد الألوف. عملية جمع بين مرتبة وأخرى. عشرات الألوف 20,000. عشرات الألوف 2 في عشرات الألوف تقرأ 20,000. هي الصورة التحليلية للعدد. أما الصورة اللفظية، كيف أقرأ العدد؟ أكتبه بالكلمات. شلون أنا قرأته؟ أول شيء من بديت أقرأ قلت 25,000، أكتب
وعشرون ألف. و نكتب و. بعد شلون قريته؟ وستمائة وخمسة وأربعون. نكتب وستمائة وخمسة وأربعون. وأربعون هذه هي الصورة اللفظية، أي كتابة العدد بالكلمات، لكن شلون نكتبه؟ حسب ما نلفظه أو حسب ما نقرأ. 25,645. إذن طلاب الحلوين، إحنا عرفنا أنه جدول القيمة المكانية نكتب فقط العدد في كل مرتبة، ما نكتب المراتب. مثلا ما نكتب 40، لا نكتب فقط 4، فقط 4 في مرتبة العشرات. ما نكتب 600، فقط 6 في المئات، لأن هي بالجدول معرف عنها. أما الصورة التحليلية حسب ما نلفظ العدد أو حسب ما نقرأ نكتب. هنا قرأنا 5، نكتب 5 بالآحاد، لا توجد مراتب. 40، نكتب العشرات أمامها مرتبة واحدة، 0 40. المئات مرتبتين. 600 الألوف 3 مراتب، عشرات الألوف 4 مراتب. إما الصورة اللفظية هو حسب ما نقرأ العدد نكتبه بالكلمات. مثلا إحنا ما قرأنا 25,645. نأخذ مثال، عندنا هذا العدد، كيف سنقرأ العدد؟ مثل ما تعلمنا من نقرأ العدد أول شيء نعد المراتب بعدين نقرأ. آحاد، عشرات، مئات، الوحدات. آحاد، عشرات، مئات، هاي فئة الألوف. فئة الألوف تأتي بعد فئة الوحدات، بعد فئة الألوف تأتي آحاد الملايين. كيف يقرأ العدد من أكبر مرتبة؟ نقرأ أول شيء فئة الملايين. 3 في مرتبة الملايين، إذن نقرأ 3 ملايين. و824,000. يجب أن أذكر كلمة ألف حتى نعرف أنه هذه 824 هي تقع في مرتبة الألوف أو فئة الألوف، و822 أتوقف هذه فئة الوحدات. المطلوب هذا العدد نملأ بجدول القيمة المكانية ثم أكتب الصورة التحليلية. مثل ما عرفنا جدول القيمة المكانية من نكتب أمام العدد المراتب، مثل الآحاد كم بالآحاد؟ 2 فقط. العشرات 2 عشرات. من نكتب 20 فقط في الصورة التحليلية نكتب 20، لأن الجدول هو معرف عن الرقم الاثنان تقع في مرتبة العشرات. في فئة الوحدات المئات، المئات كم؟ 8. 822 آحاد عشرات مئات، هذه فئة الوحدات مكتوبة في الجدول. نأتي إلى فئة الألوف، الآحاد كم في آحاد الألوف؟ 2، أكتب 2. عشرات الألوف، العفو، في فئة الألوف آحاد الألوف 4 وليس 2، الاثنان في عشرات الألوف. 4 نكتب 4 في عشرات الألوف، 2 في عشرات الألوف، تفوت جدول 2 في عشرات فئة الألوف. أما مئات الألوف 8 في مئات الألوف. آحاد الملايين مثل ما ذكرنا إحنا في رابع الابتدائي سنأخذ فقط آحاد الملايين، لكن في المرحلة المتقدمة ستأخذون عشرات الملايين ومئات الملايين. آحاد الملايين كم؟ 3 ملايين. 3 هذا هو جدول القيمة المكانية، كل مرتبة خليناها في الجدول للمرتبة المخصصة لها. أما الصورة التحليلية مثل ما عرفنا الصورة التحليلية حسب ما نلفظ العدد نكتبه. مثلا هنا من لفظنا 3,824,822، 2 في الآحاد، نكتب بالقيمة المكانية نكتب العدد من مرتبة الآحاد، ما أكتب أول شيء ملايين أول مئات آحاد عشرات، كلا أكتب الآحاد. في الصورة التحليلية بين مرتبة وأخرى موجودة عملية جمع.
عشرات. عشرون، اكتب عشرون. المئات، ثمانمائة، مرتبة المئات، ثمانمائة. مرتبة، هذه مرتبة الوحدات، آحاد، عشرات، مئات. اتحللنا العدد، هي اسمها تحليلية، حللنا العدد. كل مرتبة كتبناها وحدها، وضعنا بين مرتبة أخرى عملية الجمع. هسه أقول لكم ليش سوينا عملية الجمع. 2 زائد 20 زائد 800، وصلنا إلى آحاد الألوف، 4000. عشرات الألوف، 20000. مئات الألوف، 800000. 5 مراتب أمام مئات الألوف. الملايين هي 7 مرتبة أمامها 6 مراتب، 3 ملايين. وضعنا عملية الجمع هذا العدد، هسه إذا جمعناه يطلع هذا العدد، الناتج هو هذا العدد. آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، الملايين. ناخذ مثال ثاني، اكتب اسم مرتبة الرقم الملون بالأحمر. عندنا هذا العدد، أول شيء نقرأ العدد. كيف نقرأ العدد؟ أولا نعد المراتب، آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. نلاحظ أن الأرقام كلها باللون الأزرق، لكن الستة باللون الأحمر. نقرأ العدد، 692 ألف. لازم نحدد أنه هذه فئة الألوف. قرينا أول شيء، قرينا وحدات الألوف لأن هي أكبر من الوحدات. بعدها نقرأ الوحدات، 703، 692 ألف و703. هو يريد فقط مرتبة الرقم الملون بالأحمر. نضع خط تحته. يا رقم هو ملون بالأحمر، الستة ملونة باللون الأحمر، باقي الأرقام بالأزرق. زين هاي الستة بيا مرتبة تقع؟ مرتبة الآحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. احنا من هنا عدينا المراتب عرفنا انه ستة تقع في مرتبة مئات الألوف. نكتب مئات الألوف، الستة تقع في مرتبة مئات الألوف. زين هاي القيمة المكانية كيف تكتب؟ احنا شو قريناها؟ 600000، 692000. اذا الستة في مرتبة مئات الألوف تقرأ، او القيمة المكانية لها 600000 بالصورة التحليلية. طبعا كتبنا المئات الألوف، القيمة المكانية لها بالصورة التحليلية. إذا طلابنا الحلوين، لهنا وصلنا نهاية درسنا اليوم. نلتقي إن شاء الله في محاضرة ثانية. مع السلامة.